حياتي يضرك ويقلل عليك الجدوى، لانه اخذ منك شيئا، اخذ حرية حركتك في الاختيار، لانه حين يقول لك افعل معناها انه ضيق عليك ان لا تفعل، وحين يقول لك لا تفعل ضيق عليك ان تفعل. واضحة قوي في انه لما اقول لك زكي من مالك بتنقصه شوي، هو في ظهره انه بينقص. يوم الحق سبحانه وتعالى لو يقول لك ان قيدت حركتك التكليفية بقولي لك افعل بحيث لا تقدر ان لا تفعل، وبقولي لك لا تفعل بحيث لا تقدر ان تفعل، لا تظن ان ذلك تقييد، وانما هو تربيب لفائدتك. لماذا التربيب للفائدة؟ معناها تكسير الفائدة، لان كما قلت سابقا حين يأمرني الله امرا أأمرني وحدي ام امر المؤمنين جميعا؟ فحين يقول لي كما اقول دائما لا تسرق، هل قال لي وحدي لا تسرق فيكون قد حدد حركتي؟ لا، ده قال للناس جميعا لا تسرقوا من فلان، يبقى مين اللي كسبان بقى، انا ولا غيري؟ انا اللي كسبان، لانه قيدني وانا واحد، وقيد من اجلي ملايين الناس. يبقى اذا ربت ولا ما ربتش؟ يوم لما يجي يقيدك بالتكليف يقول لك انا حين اقيدك بالتكليف انا اريد ان اضمن لك الفلاح، ان تكون الفائز، تكون المنتصر، ان تكون صاحب المغنم. ازاي؟ ام جاب كلمة من مادة فلحة، الفه واللام والحاء. حين ترى مادة فلحة في اللغة تجد هي ايه؟ شق الارض واهاجتها بالحرس، بالحرس، وتؤدي معنى القتل. ان الحديد بالحديد يفلح، يقطع يعني يشق برضه. اذا فكلها معنى ايه؟ حركة تستدعي شق متلازم جامد، مش معناها كده؟ فان كانت الارض الصمة دي بن ايه؟ بنشقها علشان نرمي فيها الايه؟ البذر. احنا حين نشقها ونرمي فيها البذر، العملية دي يمكن الفلاح كان بيعملها تقليدا، لانه وجد اباءه والذين اخذ عنهم هذه الحرفة بيعملوا كده، ورأوا انهم اذا ما جاءوا ببذرة وزرعوها في ارض جامدة ما تنبتش النبات اللي مؤدي الى الثمرة المرجوة، تطلع هزيلة. يمكن ما يعرفوش لماذا هو عملها كده تقليدا. طب بالله لم يكن عملها تقليدا، ده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده لحد ادم يا شيخ. طب وادم عملها قلد مين؟ ادم لما عملها قلد من؟ ده هو البداية في الوجود. يبقى اذا قد علم من الله كما علم الاسماء، يبقى كل شيء في الوجود اصوله معلمة من السماء، لان الله لا يخلق ادم ليباشر مهمة في الارض الا اذا علمه كيف يزاوله ولو بداءات هذه المهمة. وبعدين جينا بالقرون بقى اللي اتقدمت، عرفنا ايه ليه الحكاية بتاعت شق الارض ونرمي الزرع، ولازم نعرض، لازم ايه؟ وليس للفلاح عمل الا ان يحرس ويرمي البذر، ملوش دعوة بقى. الفلاح ما بيقعدش للعناصر بقى يجمعها عشان ايه؟ كد للنبات، ولا له دعوة بالحكاية دي، هو ايه؟ يحرس ويرمي الايه؟ ويرمي البذر. ولذلك انصفه ربه. قال له اياك ان تغتر بحركتك في الحياة لتقول انا ازرع، كن صادقا وكن واقعيا وقل انا احرس فقط. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. الله، يبقى انصف، ما ليش عليها ان يحرس. اذا فالفلاح لا عمل له الا ان يفلح الارض، ما يعرفش ليه بيعمل العملية دي، انما بعدين عرفني
بعدين عرفنا الذي قدر كل شيء وهذا كل شيء، عرفنا ليه بنعمل العملية دي ليه؟ أما قال لك لأن النبتة الحبة حين تلقيها في الأرض تجد في حجم كل حبة الغذاء الكافي لها إلى أن تأخذ غذاءها من الأرض، بحيث إذا جبت حاجة وبلتها، جبت شوية حلبة وبلتهم شوية، تقوم تزبن وتطلع وتعمل الفلقة تنفلع كده ويمكن يطلع مقلة، لا مادة خضرية، منين جت؟ من نفس تكوينها، وعلى قدر كمية الغذاء يكون حجم الحبة. تقوم الحبة لما تصادف تنحنس الأرض ونرميها ونديلها شوية الرطوبة، تقوم تبتدي تعمل ايه؟ تغذي نفسها لحد ما زبانها ده يطلع، والزبان ده بمجرد ما يبتدي يشبك في الارض ويبتدي ياخد الغذاء، تقوم الفلقتين اللي هم كانوا بيغذوها دي تبقى ورقتين اتنين يطلعوا بقى ياخدوا من الهواء. لن لم يوجد في الارض هواء عشان تتنفس الى ان الزبان يطلع تنكتم ولا تطلعش. يقوم الحرس ده عشان يديلها ايه؟ يديلها شوية هوا كده على مكتوب الله. اذا دي عملية الفلاحة. طب وربنا جاب حكاية المفلحون دي والفلاحة وجاب لماذا؟ عشان يديني الامر الغيب في الاخرة، فائدونا في الاخرة. يقول انا جايب لكم دي مثل حي قدامكم ومحفوظ. ازاي؟ قال لك التكليف يضيق عليك، وانا احب ان اعلمك ان التكليف يوسع عليك، لان التكليف وان ضيق عليك في الفانية فسيعطيك في الباقية. واضرب لك مثل باللفظ ده، مفلح وفلاح. الارض حين ترمي فيها بذرة اتعطيك بذرة؟ حبة انبتت ايه؟ سبع سنابل، في كل سنبلة 100 يبقى انت ضحيت بحبة واحدة علشان تاخد ايه؟ 700 حبة. اذا كانت الارض وهي المخلوقة تهبك اضعاف ما اعطيت لها، فكيف بالخالق الا يعطيك اضعاف ما اعطيته له؟ هذا هو السبب في ان الحق سبحانه وتعالى يقول اولئك هم المفلحون، عشان يلفتني بمادة الفلاح ومادة الفلاح الى شيء موجود بالفعل. فانت تلقي الحبة فيخرج عود الذرة، ده على فرض انه جاب كوز واحد ومرة يجيب كوزين مرة يجيب ثلاثة، شوف القدر اللي اعطاك. اذا فان اخذ التكليف منك شيئا فانما جاء ليعطيك اشياء، فلا تقل ان الارض اخذت منك حبة، ولكن قل اخذت مني الان حبة لتعطيني بعد ذلك 700 حبة. يبقى اذا مفلحون جاء بدليلها، اولئك على هدى من ربهم واولئك ايه؟ هم المفلحون. الصنفان الايمانيان، الصنف الذي جابهه الايمان اول الامر بوجود اله ورسول مبلغ عن الاله وهم كفار مكة، والصنف الثاني الذين يؤمنون باله وبرسول وبكتب، ربما ظنوا انهم يكتفون بذلك، فشاء الله ان يبين ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع. ذلك هو الصنف الايماني. لا يقال ايمان بشيء والتزام بمنهج من اله امنت به الا اذا كان المنهج يحقق لك خيرا ويدفع عنك شرا. حين يأتي الايمان ليدفع عنك شرا ويحقق لك خيرا، يبقى لا بد، ما دام الايمان قد طلب يبقى لازم في الشر بيحارب الايمان. لو لم يوجد شر يحارب الايمان